السلام عليكم اصدقائي مشاهدي ومتابعي برنامج بعد الماتش. النهارده مباراه الزمالك وطنطا اللي انتهت بريمونتادا مهمه جدا في وقت مهم جدا للزمالك بفوزه 3-2 على طنطا بعد ما كان مغلوب 2-1، وعلى ملعب غزل المحله اللي احنا بقالنا سنين ما اتفرجناش عليه وما شفناش الملعب ده من ذكريات بقى غزل المحله وبلديه المحله، الناس القديمه شويه اللي بتتفرج على الزمالك من زمان. وفي المقاويه بتاعه الزمالك النهارده يعني يرفض ان هو يزعل جماهيره، والحمد لله المباراه تعدي على بر الامان وعبره ودروس كتيره هنتكلم فيها. بس قبل ما نخش في الحلقه النهارده، لو انت زملكاوي وبتحب الزمالك ولسه ما اشتركتش معانا في القناه، فاكيد هيسعدنا ان حضرتك تشترك معانا في القناه وفعل زر الجرس عشان الفيديوهات الجديدة توصلك ان شاء الله بإذن الله باستمرار. وفي نهاية الحلقة لو الفيديو عجبك اكيد هتشرفنا وهتدعمنا بلايك بإذن الله. تعالوا نروح للشوط الاول ونشوف ايه اللي حصل النهاردة في احداث الشوط الاول. قبل ما نروح للشوط الاول هنتكلم في حاجة صغيرة جدا، وهنوجه رسالة لكارتيرون: ما ترميش الفوطة بدري في الدوري. معنى كلمة ما ترميش الفوطة بدري في الدوري انك في 12 بونت ما بينك وما بين الاهلي، بس تمسك بالامل، اكسب كل ماتش. انما عاوز تعمل روتيشن اعمل روتيشن. انا والله موافقك الروتيشن حاجة كويسة جدا، هتريح اللعيبة واللعيبة هتاخد نفسها، انما ما تجيش تعمل لي روتيشن 7-8 لعيبة في ماتش واحد، ما ينفعش. روتيشن 3-4 لعيبة ممكن اقبلها، انما العدد ده كله صعب جدا. الحمد لله الامور عدت على خير وعلى بر السلام، واحمد سيد زيزو بينقذك في الدقيقة 92 في الوقت بدل الضايع، انما بعد كده ممكن الحظ ما يخدمكش، الحظ ممكن ما يقفش معاه. فرسالة لكارتيرون: لا تأمن مكر يعني الكورة، ويعني مش عايز اقول لك ما ينفعش 7-8 لعيبة النهاردة يتغيروا في فرقة عشان تريحهم في ماتش زيسكو او عشان تعمل روتيشن. اكبر غلط ممكن تعمله انك تضيع بطولة الدوري في الماتش ال 11، لسه اعتقد 34 او 35 ماتش، ف عدد مباريات كتير جدا وما تضمنش الاهلي هيعمل ايه في الماتشات اللي جايه. تعالوا نروح للشوط الاول ونشوف ايه اللي حصل النهارده في الشوط الاول. النهارده كارتيرون بيبدا المباراه بتشكيل جديد، بيلعب النهارده بمحمد صبحي في حراسه المرمى، اتنين مساكين النهارده بيلعب بمحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام، اتنين مساكين، بيلعب على اليمين باحمد عيد اللعيب الناشئ الجديد، وبيلعب على الشمال بعبد الله جمعه بعد رجوعه من الاصابه. بيلعب النهارده باثنين ديفندرز اوباما ومحمد حسن، والثلاثه اللي تحت راس الحربه النهارده وينج رايت بيلعب النهارده ونجم، وبيلعب بوينج ليفت باسلام جابر، وبيلعب بالبلاي ميكر النهارده كريم بامبو تحت مهاجم وحيد عمر السعيد. النهارده كارتيرون طبعا مضطر انه يلعب باثنين ديفندرز النهارده اللي هم اوباما ومحمد حسن عشان طبعا ايقاف طارق وفرجاني ساسي. وطبعا النهارده كارتيرون مريح جزء كبير جدا من اللعيبه زي محمود علاء وزي الونش، وطبعا وراهم ابو جبل مريح، ومريح النهارده محمد عبد الشافي، ومريح النهارده بن شرقي وزيزو ومصطفى محمد. النهارده كارتيرون مريح لعيبه كتيره جدا طبعا عشان ماتش الجمعه ان شاء الله بتاع زيزكو، ماتش بطوله افريقيا. واللي احنا نفهمه من الموضوع ده ان كارتيرون بدا يفكر بشكل جدي وبشكل يعني ما فيهوش تراخي في البطوله الافريقيه، وعارف ان اللعيبه بتاعه الزمالك اللي هم بين قوسين الموظفين بتوع الفلوس، عارف انهم ضيعوا الدوري و12 بونت كبير جدا انك تنافس الاهلي، انما طبعا الراجل بيريح اللعيبه زي ما قلنا عشان خاطر بطوله افريقيا. النهارده الزمالك بدا الماتش كان بيلعب النهارده بعد اول 10 دقائق اوباما اللي كان بيتقدم سنه، وكان بيلعب محمد حسن لوحده عشان اوباما هو اللي يقوم بالدور بتاع البلاي ميكر بشكل فعال. كريم بامبو ما كانش قادر يقوم بالدور ده لان كريم بامبو لعيب اطراف. ميزه كريم بامبو كمان اللي هو لما بيلعب في الطرف
بيخش الصندوق وبيبقى هجماته خطر جدا وبيعمل ضغط كبير جدا على المدافعين. النهارده برضو كالعاده شفنا ان اسلام جابر الوينج ليفت والوينج رايت النهارده اللي هو كان بيلعب ونجم نفس القصه اللي كان بيعملها بن شرقي وكان بيعملها احمد سيد زيزو اللي هو الروتيشن. بعد اول ربع ساعه الاثنين بيبداوا في اماكنهم وبعد الربع ساعه الاولى او ال 20 دقيقه الاولى بيبداوا الاثنين يعملوا روتيشن مع بعض عشان خاطر ده نوع من خلخله الدفاع ولخبطه المدافعين عشان خاطر المدافع بيبقى واقف مع لعيب معين الباك بيبقى واقف مثلا ماسك احمد سيد زيزو بيبص وتعود على طريقه لعبه بيعدي ازاي بيفوت ازاي بيبص بيلاقي بعد ربع ساعه او تلت ساعه بيلاقي بن شرقي هو اللي قدامه. فطبعا ده نوع من يعني من الحاجات التكتيكيه اللي كارترون بيتميز بيها وبيعملها كتير في الفتره الاخيره. الميزه النهارده ان اللعيبه كمان كانوا عاوزين يمسكوا في الفرصه ويثبتوا فيها وما يسيبوهاش، لان النهارده في لعيبه كتيره موجوده والنهارده بنشوفها كان قاعده على الدكه زي عمر السعيد وزي ونجم في الفتره الاخيره وزي بامبو وزي اسلام جابر وزي محمد حسن. محمد حسن بالمناسبه لعبه يعني بيميل للعنف شويه، فمحمد حسن هو لعيب راجل ولعيب كورته فيها رجوله، انما محمد حسن بيعمل فاولات كتير جدا ومكانه الفاول بتاعه بيبقى فيه مشكله. فنرجع لمرجوعنا، اللعيبه النهارده كانت ماسكه، كل لعيب النهارده عاوز يثبت نفسه، بس انا النهارده كان ليا رايي. انا كنت شايف النهارده ان محمد عواد هو اللي ياخد بدل محمد صبحي، لان طبعا يعني 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 مش عيب، بس انت عايز تريح ابو جبل لاعب عواد ماتش طنطا. اه عواد ثقته بنفسه الفتره الاخيره مش على ما يرام، انما لعبوا ماتش طنطا، انما ما تقعدوش احتياطي لمحمد صبحي. اه محمد صبحي جون كويس وكل حاجه، بس في الاول وفي الاخر عواد جون كبير وعواد نجم. الحاجه برضو اللي انا كنت شايفها النهارده ان كان محمود علاء النهارده بخبرته يلعب بدال محمد عبد السلام، وكان ممكن النهارده مصطفى محمد هو اللي يلعب مكان عمر السعيد، اثنين لعيبه بس بدل ما كانوا يريحوا كانوا ممكن يخشوا في التيم اللي هو محمود علاء ومصطفى محمد، عشان خاطر مصطفى محمد هيخلص لك اي كوره ومحمود علاء هو اللي هيكون متمركز ورا مع محمد عبد الغني، خبرته اكبر من محمد عبد السلام، لان يعني ماتشات الدوري رغم ان انت بعدت بعيد قوي عن المنافسه، انما مش عاوزين برضو نقول ان احنا خلاص الفرقه رمت الفوطه وخلاص استسلمت، لا عاوزين ناخد كل ماتش اللي هو ماتش بطوله او ماتش نهائي عشان خاطر انت لسه ما تعرفش ايه اللي جاي في ماتشات الدوري الكتيره. معرفش بعد هدف الزمالك الاول اللعيبه تراجعت لورا، وطنطا هي اللي مسكت زمام المباراه، وطنطا بقت تهاجم والزمالك هو اللي بقى يدافع. طبعا ده هيرجع لقله خبره اللعيبه، ويرجع طبعا يعني انا مش عايز اقول لياقه بدنيه، بس فعلا في مشكله في الزمالك انه في الماتشات الاخيره بعد ما يجيب هدف التقدم الزمالك بيرجع لورا. هل ده قله ثقه بالنفس؟ هل اللعيبه ما صدقت جابت جون وعايزه تحافظ عليه؟ لازم لعيبه الزمالك تفهم ان هي بتلعب في تيم كبير اسمه الزمالك، ان انت تجيب جون واثنين وثلاثه. فالنهارده شفنا لغايه ما طنطا جاب الجون التعادل في الدقيقه 44، يعني من الدقيقه 20 للدقيقه 44 24 دقيقه طنطا يعني مهاجمه، والزمالك بيلعب على الهجمه المرتده بعد هدف الزمالك في الدقيقه 19. النهارده برضو نص الملعب كان فيه نفس المشكله بتاعه الفتره الاخيره، واعتقد ما دام اللعيبه بتتغير والمشكله دي هي لسه موجوده تبقى دي مشكله مدرب، وهي الخطوط بتاعت الزمالك بعيدة قوي عن بعضها، الدفاع بعيد عن نص الملعب، نص الملعب بالذات بعيد عن الهجوم، الاتنين ديفندرز سواء طاي وساسي او سواء النهارده محمد حسن واوباما بعيد قوي عن الثلاثة اللي هم بامبو وجابر ونجم وعمر السعيد الرابع بتاعهم، فتحس نص الملعب بعيد. النهارده كمان مفيش اللعيب اللي يقف على الكورة ويبص ويلاعب الفرقة، ما بيعملهاش في مصر غير لعيب عالي قوي عبد الله السعيد، وبعديه بشويه محمد مجدي قفشه، انما مفيش اللعيب النهارده اللي يقف على الكوره ويلاعب اللعيبه، والدور ده في الزمالك مفيش حد يقدر يقوم غير بيه احسن من اشرف بن شرقي، اللي هو اللي انا قلت كتير اللي اشرف بن شرقي هو اللعيب البلاي ميكر بتاع الزمالك وما يلعبش على الاطراف ابدا. في الدقيقة 19 النهارده اسلام جابر يعني يمكن ده الظهور الوحيد ليه النهارده في الشوط الاول، ان اسلام جابر يقطع الكوره من الباك اليمين بتاع طنطا ويخش ويتقدم
على ال 18 من الجنب ويعملها عرضيه جميله جدا لعمر السعيد اللي يوقفها توقيفه حلوه قوي ويشوطها قويه جدا على يمين الحارس بتاع طنطا عشان خاطر يجيب الجون الاول للزمالك، اللي هو الزمالك ملحقش يعني يتهنى ويخرج الشوط الاول فايز عشان في الدقيقه 44 في غفله من محمد عبد السلام ومحمد عبد الغني النهارده طنطا يجيب جون التعادل في الدقيقة 44 من الشوط الأول عشان تخرج المباراة بالشوط الأول بالتعادل 1-1. تعالوا نشوف الزمالك وطنطا عملوا إيه في الشوط الثاني ونرجع لكم مرة تانية. الشوط الثاني الزمالك تسيده بالكامل، الزمالك ضاغط طنطا وطنطا بيلعب على الهجمة المرتدة. في الدقيقة 55 الحكم يحسب فاول غريب جدا على محمد عبد السلام، يعني حتى المذيع اللي هو ايمن الكاشف اللي هو الاهلاوي اللي هو طبعا اهلاوي متعصب جدا وباين عليه جدا ان هو اهلاوي متعصب، يعني ايمن الكاشف يقول ان الكوره فعلا محمد عبد السلام ما عملش حاجه، تخيلوا، انما الحكم يحسب فاول يعني خطر جدا من على منطقه ال18 على محمد عبد السلام. في الدقيقة 67 محمد عبد الغني بقى يعمل ضربة جزاء على الزمالك عشان خاطر يزيد بقى ايه الطينة بلة. محمد عبد الغني مستواه وحش جدا، الهدف الاول بتاع طنطا منه، الهدف الثاني النهارده ضربة جزاء هو اللي عاملها. محمد عبد الغني مش عارفين في ايه، يعني انت كنت الامل مكان الونش اللي هو اخطاه يعني قاتلة، فاحنا قلنا امتى يرجع محمد عبد الغني، فيوم ما يرجع محمد عبد الغني يعمل هدفين النهارده يا محمد كتير قوي، النهارده في ماتش واحد جم منك وضرب الجزاء علينا. طب يا محمد عبد الغني ده احنا سامعين ان انت عقدك هيتعدل قريب، هو يعني هو يا جماعه في ايه؟ هو انتوا كل لما تيجي عقودكم تتعدل او تاخدوا فلوس كويسه مستواكم ينزل؟ يعني حاجه غريبه جدا، وبالاخص يا محمد يا عبد الغني انت ومدافعين الزمالك حكام مصر بيتلككوا للزمالك، الحكام عندهم أزمة نفسية مع الزمالك ومع رئيس نادي الزمالك، فخلي بالكم لأن ما تلعبش على الحكم لأن الحكم مش هيقف جنبك. محمد عبد الغني النهارده كان سيء جدا، وأتمنى الماتشات اللي جاية محمد عبد الغني يقف على رجله ويرجع محمد عبد الغني اللي احنا عارفينه. في الدقيقة 70 كارتيرون يعمل تغييرين دفعة واحدة، بنزول أشرف بن شرقي بدل عبد الله جمعه ونزول احمد سيد زيزو بدلا من كريم بامبو عشان يبقى النهارده عبد الله جمعه يخرج ويجي اسلام جابر اللي كان بيلعب في الليفت هاف ينزل باك النهارده ويلعب مكان عبد الله جمعه، وينزل النهارده احمد سيد زيزو مكان كريم بامبو عشان يبقى احمد سيد زيزو هنا هو اللي بيلعب مكان اسلام جابر، يبقى زيزو واسلام جابر وفي اليمين احمد عيد وبيلعب ونجم النهارده قدامه. في الدقيقه 75 الحكم ما بيشوفش وما بيسمعش ضرب الجزاء ونجم يخش يعدي النهارده ويخش ال 18 ولعيب طنطا الباك يضربه والحكم ما يحسبش ضربات جزاء كالعادة الفترات الأخيرة مع الزمالك، الله أعلم في إيه. بس اللي أنا برضو عايز أقوله النهاردة كفنيات شوية نسيب التحكيم سنة وخش عند فنيات، ونجم النهاردة عجبني أعتقد أحسن من الماتشات اللي فاتت. في الدقيقة 80 يعمل كارترون بقى التغيير الثالث بنزول مصطفى فتحي بدل من عمر السعيد عشان خاطر أشرف بن شرقي هو اللي يلعب مهاجم صائد شوية ويلعب تحتيه أحمد سيد زيزو ويبقى مصطفى فتحي في اليمين وأناجم هو اللي يروح في الشمال عشان تيجي الدقيقة 86 وأناجم يجيب جون جميل جدا وأول أهدافه مع الزمالك. مبروك يا أناجم النهاردة أول أهدافك، وأنت النهاردة كنت كويس جدا وتحركاتك كانت حلوة جدا وخطر جدا عشان أناجم النهاردة يرجع الزمالك للجيم تعادل 2-2 عشان يجي بقى احمد سيد زيزو اللعيب طبعا اللي هو الجمهور الزمالك بيحبه وبيعشقه الفتره الاخيره دي، لعيب فعلا يستاهل الجوكر احمد سيد زيزو في الدقيقه 92 في الوقت بدل الضايع متابعه جميله جدا عشان خاطر يجيب الجون الثالث للزمالك. الف مبروك لجمهور نادي الزمالك، ماتش صعب جدا احنا اللي صعبناه على نفسنا وكارتيرون هو اللي صعبه النهارده على فريقه. اتمنى من كارتيرون الفتره اللي جايه انت مركز في افريقيا عاوز تعمل روتيشن وعاوز تعمل يعني تغييرات عاوز تريح اللعيبه، ما تريحليش 7 8 9 لعيبه في ماتش واحد. انا افهم ان انت ممكن تلعب 2 3
لعيبه بالكتير في الفرقه تدخلهم، انما بالعدد ده زي ما كان ميتشو بيعمل قبل كده اعتقد صعب جدا يا كارتيرون. ما ترميش الفوته بدري وما تضحيش بدري ببطوله الدوري، لسه فاضل حاجه يعني اعتقد حوالي 20 ماتش او حاجه و20 ماتش، فلسه بدري جدا. فاتمنى من لعيبه الزمالك ما تستسلمش، واتمنى من الاداره وكارتيرون ما يستسلموش، لعل وعسى ممكن يكون الدنيا فيها جديد الفتره القادمه. احنا وصلنا لنهايه الحلقه، وزي ما اتفقنا في بدايه الحلقه، لو انت مش مشترك في القناه اكيد وانت زملكاوي اكيد هتدعمنا بالاشتراك في القناه، واكيد هتدعمنا بلايك للفيديو. اشوفكم على خير ان شاء الله باذن الله، والسلام عليكم.